فيش مستشفى، ما فيش امان، ما فيش عيش، ما فيش انابيب. هو فين الدعم؟ انا لاقي ناكل، ما خربت وخلاص. انا طلع ملايين ناكل. الكهرباء غلت علينا، والغاز غلى علينا، والماء غلت علينا، احنا قلنا ان هيصلح حال البلد ما عدلهاش. مفيش 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 مفيش. مصر خربت، مصر ما بقتش مصر. اخواتنا اللي كل يوم عمالين بيموتوا، ولادنا اللي عمالين كل يوم بيموتوا. ده انت جاي من البلد، ده انت مش داخل تمسك رئيس جمهوريه والناس كلها عارفه بكده. انت لو داخل تمسك رئيس جمهوريه هتعدل. كل كلمه يقول لك مفيش حكومه، مفيش تمويل، مفيش اي حاجه خالص، واللي المايه ما بنشوفهاش خالص. انا مش قادر اديك، احنا مش هنهزر بجد، انا مش قادر اديك. لكن ما يجيش بعد سنه يقول لك الله انت بقالك سنه عملت ايه. مفيش 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 مفيش. بس من كتر الياس والهبوط اللي عندها بقت بتموت لوحدها. انا اقول انا ده يجي عيننا ليه يزود علينا النكب بزياده بدل ما ياخدنا في حضنه وحطنا تحت رجليه.